بسم الله الرحمن الرحيم 27/3/2012 طبعا نحن بأهل حياكم مستضيفين في حي الصف صافي منزور منازل جلالنا حسام اسمنا عشوائي طبعا نحن راح نزور أحد المنازل الذي تعرض لتعصف فضل معنا خلينا نشوف طبعا دمار شامل جميع منازل حياكم مستضيفين شوفوا راح نشوف طبعا هذه أول غرفة من هذا المنزل أحد يقدر العيش داخل هذا المنزل أحد يقدر السكن داخله المنزل هكذا قد جرى له المنزل هكذا قد جرى له وما الذي جرى لسكان هذا المنزل إذا كان هذا المنزل هكذا جرى له الله أكبر شيء لا يحتوى هذا ما هي هاي غرفة نوم شيء لا يحتمل أحياء خمس قديمي دمار بالكامل أحياء خمس قديمي الله أكبر انظروا إلى بعض الغرف من أين أتى القذيفة؟ هنا مكان قذيفة طبعا القذائف التي تدخل إلى المنازل تخصف أول حي أول منزل بس ثاني منزل بس ثالث منزل ما هذه القذائف دبابات 72 تخصفها ولا تتوقف بل ليلي والنهار انظروا هذه ساعة هذا ما تلقى من هذا المنزل صراحة الله أكبر دمار شان لا يحتمل أحياء خمس قديمي أحياء خمس قديمي شان لا يصدق كيف البشر سوف